الزمالك في صدارة الدوري بعد الفوز على الجونة 1-0 في مباراة باتشيكو أدارها بغرابة، والتغييرات كانت أغرب، ولكن الزمالك خرج بالتلاتة بونت وقدر يوصل لصدارة الدوري بفرق نقطتين على الأهلي. هنتكلم في كل حاجة النهاردة، هنتكلم لماذا باتشيكو بدأ المباراة كده وإيه التغييرات اللي عملها دي وليه بن شرقي خرج من أرض الملعب متعصب. بس طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك وانزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده هو تشيكو بدأ بالأربعة 4-2-3-1 اللي بيبدأ بيها في كل مباراته، بس بيبقى فيه شوية تغييرات في بعض العناصر. هو بدأ النهارده بأبو جبل قدام محمد عبد الغني والونش على الشمال، فتوح على اليمين، حازم إمام، واللي أنا كنت يعني كنت متوقع إن هو يبدأ بحمزة المسلوسي النهارده على حساب حازم إمام، بس النهارده بدأ بحازم إمام. بيلعب اتنين في نص الملعب، طارق حامد وإمام عاشور، ومعاه جنبه عبد الكافر كان أساسي. بيلعب بالرباعي اللي قدام أوباما، وبيلعب بشيكابالا ناحية اليمين وأوزيزو ناحية الشمال، وبن شرقي كمهاجم، وهنا مربط الفرس. الزمالك هو بادئ المباراة بيلعب على نقط ضعف بتاعه الجونه نقط ضعفه او نقط الزهره اللي انت لو ضغطت عليها هتقدر تستخلص الكره وتقدر تجيب في جوان في الجونه، وهي الضغط العالي على الجونه لما بتضغط عليه ضغط عالي لعيبه الجونه بتتلخبط، دفاع الجونه بتتلخبط، حارس المرمى بتاع الجونه بتتلخبط. شفناه في كذا مره، شفناه ضد غزل المحله، شفناه ضد مصر المقصه، شفناه ضد الاتحاد، شفناه ضد انبي، شفناه قدام كذا فريق، ان لما بتضغط على الجونه او على دفاع الجونه بيرتبك وبيتلخبط وبيديك الكوره، سواء بيلعب بمس باص او بزحلقه في نص ملعبه، او بيضطر يشد الكوره طويله وبتاخد الكوره الثانيه بتاعه الجونه. وده حصل في اول 10 دقايق في المباراه. الزمالك كنا بنشوفه بيضغط ضغط شرس على الجونه، ما بيديهمش تنافس ان هم يباصوا الكوره، ما بيديهمش وقت ان هم يحضروا الكوره براحتهم، لا هو ضاغط عليه عايز يستخلص الكوره واستخلص الكوره دلوقتي. ولكن كان في حاجه انا كنت مستغربها في اول 10 دقايق او ربع ساعه، كان في مس باص كتير قوي من لعيبه الزمالك، سواء من امام عاشور او طارق حامد او اوباما او شيكابالا او زيزو او بن شرقي او اي حد، كان بيبقى فيه مس باص كتير. وده راجع لحاجه ثانيه، راجع ان لعيبه الجونه كانت لما بتضغط على الزمالك وبتضغط على نص ملعب الزمالك ودفاع الزمالك في نص ملعبه كان مستخلص منه الكره بسهوله بسبب المس باص، والضغط العالي اللي كان بيطبقه الجونه كان بيخلي الزمالك يعمل مس باص كتير، وده اللي كان مخلي شكل الزمالك نوعا ما شكله مش كويس الشوط الاول. وبعد الجون هو الزمالك قبل الجون كان بيلعب كوره، كان بيلعب ليه شكل، كان ضاغط على الفريق، كان بيحاول يوصل لجون الجونه، كان بيحاول يعمل شكل للزمالك. لكن بعد الجون الزمالك زي ما كنا شايفين او زي ما احنا عارفين مع باتشيكو في الاونه الاخيره من ساعه ما جه الزمالك، ان هو لما بيجيب جون الاول او لما بيتقدم هو بتلاقي الزمالك هدي، وبيلاقي الكوره بتاعت الزمالك او المباراه كرويا للزمالك هدي نوعا ما وهبط نوعا ما. ليه بقى؟ لان لما الزمالك بعد ما جاب الجون الاول في الجونه، انت كنت مفروض بعد ما جبت الجون الاول الجونه يبقى عايز يعوض، ممكن يفتح خطوطه، ممكن تلاقيه بيضغط عليك بكل خطوطه عاوز يفتح عشان يعوض، فانت ممكن تضربه بكوره واتنين. لكن اللي احنا شفناه ان الزمالك تراجع وقل الضغط العالي اللي كان بيعمله في بدايه المباراه ما بقاش يعمله في بعد الجون، وبقى هادي، واللعيبه رجعت تقابل من نص ملعبها والدنيا هديت، الدنيا هديت تماما. حتى لما كنت بتحاول تعمل هجمات مرتده العناصر اللي انت حاططها في ارض الملعب مش مساعداك ان انت تلعب ببن شرقي وتلعب بزيزو الاثنين كواحد كمهاجم صريح والتاني كوينج شمال، انت كده بتقتل خصائصهم وبتقتل مهامهم. ليه بقى؟ لان انت بن شرقي اللاعب او بن شرقي من اللعيبه اللي بيحب يبقى على الطرف ويخش في قلب الملعب ويسرق المدافعين معاه، ما يحبش انه يبقى مهاجم صريح. بن شرقي مش من اللعيبه اللي انت تلعب له الكره الطويله ويطلع يستلمها وينزل لك للونجات وكل الكلام ده. ممكن تكون بتلعب بن شرقي كلاعب المحطه او اللاعب اللي بيسحب معاه الاثنين المدافعين والونجات تخش في ظهر بن شرقي، ولكن ده حتى ما كناش بنشوفه، ان بن شرقي لما كان بيخرج بره منطقه الجزاء او طول الوقت بن شرقي بره منطقه الجزاء الونجات بتاعتك ما بتخشش في ظهره، زيزو ما بيخشش في ظهره، وكمان شيكابالا ما بيخشش في ظهره. اللي كنا بنشوفه ممكن يكون بيساعد في الحته دي او بيستغل الحته دي هو يوسف اوباما لما كان بيكمل مع بن شرقي. غير كده بن شرقي ما كانش ظاهر، بن شرقي مش عارف انا اعمل ايه، ده مش مركزي. وبرده زيزو ناحيه الشمال برده ده مش مركزه او ده مش اللي بيعرف يأدي فيه كل حاجه. زيزو مش من اللعيبه اللي هي تلم لجوه وتشوط، لا زيزو مش من اللاعب ده، زيزو بيحب يلعب على الوينج اليمين عشان ياخد الكرة على الطرف ويقوم رافع. ده اللي زيزو، ده زيزو اللي بيعمله. لكن تلعب زيزو ناحيه الشمال وشيكابالا، انا عندي مستوقفني حاجه صغيره قوي 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 عند باتشيكو. انت عارف ان نقطه قوه او اكبر نقطه قوه عند الجونه هي جوزيف نجويم الباك ليفت بتاعه اللي هو بيلعب على حازم امام وشيكابالا نفس الجبهه. طب هل شيكابالا هيعمل لك مهام دفاعيه كبيره ان هو يساعد بيها حازم امام اللي هو ما يخليش جوزيف نجويم يعمل شكل هجومي؟
هقول لك اه ممكن تخلي شيكابالا يرجع يقف جنب حازم امام ورا ويبقى قافل الناحيه اليمين، بس انت كده بتفقد لاعب مهم جدا في الناحيه الهجوميه سواء شيكابالا او غيره. لو موقف الوينج بتاعك جنب الباك عشان تقفل على لاعب او مفتاح لاعب للفريق الخصم، يبقى انت كده بتفقد لاعب في الناحيه الهجوميه. فانت كده كنت بتلعب في الناحيه الهجوميه مش ناقص لاعب ولا اتنين، كنت بتلعب في الناحيه الهجوميه ناقص ثلاث لعيبه، ناقص بن شرقي وناقص زيزو وناقص شيكابالا. شيكابالا اللي بيرجع كتير يدافع جدا، زيزو اللي تايه ناحيه الشمال، وبن شرقي اللي تايه كمهاجم صريح توهان تام. واللي كان بيساعد نوعا ما شويه هو اوباما، والاثنين بتوع نص الملعب طارق حامد وامام عاشور كان بيحاولوا يضغطوا ويستخلصوا الكوره من لعيبه الجونه. وكنا احنا السيء فينا ان احنا كنا بنفقد الكره كتير قوي في نص ملعبنا، بنفقد الكره في نص ملعبنا. لو الجونه فريق فايق شويه او عنده عناصر في الناحيه الهجوميه فايقه وعناصر في الناحيه الهجوميه تفيده، كان ممكن نجيب في الجون النهارده جون واتنين عادي جدا عادي جدا. لقيت كنت بتفقد الكره كتير جدا في نص ملعبك. انت خرجت من الشوط الاول ب1-0، انت تخرجت متقدم، كان ممكن في ايدك الشوط الاول تخرج ب2-3. زيزو ضيع كوره وبن شرقي ضيع كوره. قلت الشوط الثاني اللي يعني المعروف او الشوط الثاني اللي انت كنت مفروض تعمله، اللي هو اي مدرب اي حد قاعد بيفرج كان لازم يقول لك اعمل كذا كذا، اللي هو ايه كذا كذا، اللي انت تخرج شيكابالا من ارض الملعب وتخلي زيزو يرجع ناحيه اليمين مكانه، وتخلي بن شرقي ينزل وينج شمال زي ما كان بيلعب، وتلعب بمصطفى محمد كمهاجم، سواء بقى تنزل مصطفى او تنزل غيره، المهم تلعب مهاجم صريح. طب ليه ما عملتش كده في بدايه الماتش؟ مش عارف. ادى ان انت في كورتين اللعيبه مش فاهمه، يعني اللعيبه تايهه. يعني بن شرقي الشوط الاول في كوره جات له بدل ما يلعبها على عرض لاوباما شاط وخرجت بره. الشوط الثاني جاله انفراد، شيكابالا حط له كوره انفراد، استلم الكوره بتتنطط قدامه، يعني بن شرقي لو كان ملا فيها وش رجله في البعيده كان الجون الثاني وخلصنا من كل ده. بن شرقي فكر تفكير ان الكوره اللي هو يلعب بالعرض علشان زيزو يضمنها، وزيزو مضيعها، وكوره ثاني لزيزو برده زيزو ضيعها. فانت ليه تعمل كده؟ او حتى الشوط الثاني خليته شكله تايه في ارض الملعب، او مش بيلعب بالشكل المعهود اللي احنا بنلعب بيه في كل المباريات، او الشكل المعهود اللي لعبت بيه قدام امبي وقدام طلائع الجيش وقدام المصري. ليه لعبت قدام الثلاث فرق دول بماتش كويس او من اول الدوري بتلعب مباريات كويسه؟ لان انت كنت بتحط كل عنصر في الملعب في مكانه. بن شرقي بيلعب ناحيه الشمال، لعب ناحيه الشمال، زيزو بيلعب ناحيه اليمين، لعب زيزو ناحيه اليمين، مصطفى محمد كمهاجم او ايا كان من المهاجم لعب مهاجم وهكذا. لكن النهارده انت جيت فننت تفنينه غريبه ضد مين؟ ضد الجونه، ضد الجونه الفريق اللي نوعا ما من افضل الفرق اللي بتلعب كره في الدوري، الفريق اللي جاي لك ما خسرش ولا مباراه في الدوري لحد ما خسر النهارده. وعارف انت مفاتيح لعبه ايه، عارف جوزيف نجويم، اسلام عبد النعيم، كذا كذا، عارف نقط ضعف ونقط قوته. نقط ضعف انت لما تضغط عليه، وده حصل الشوط الاول، انت ضغطت 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 لحد ما استخلصت منه الكوره وجبت جول. ليه بقى ما فضلتش تضغط؟ ليه رجعت لورا ونوعا ما هديت بالريتم ونوعا ما خفت من الجونه ورجعت لورا خطوتين ثلاثه، واديتهم الحريه اللي هم يباصوا براحتهم في الناحيه الخلفيه، واديتهم اريحيه ان هم يحضروا براحتهم جدا جدا جدا. كان في ايديك ان انت تجيب جون واثنين وثلاثه وتنهي الماتش تماما، لكن فضلت قعدنا على اعصابنا لحد اخر المباراه. حد اخر مباراه انت المفيد عندك ان انت خلاص خلصت كل الماتشات الكبيره او كل الماتشات الثقيله في الدوري كلها لعبتها في الاول، عندك الماتشات الجايه هي فرق مش اقول لك فرق سهله وقد الايه على قد الايد، لا انت تلاعب فرق نوعا ما مستواها اقل من الفرق اللي انت لعبتها في اول الدوري. عندك ماتش جاي، عندك تقريبا اسوان، المقصه، المحله، الاتحاد. انت دلوقتي متصدر الدوري بفرق نقطتين، اتمنى ان احنا ما نسقطش نقط الماتشات اللي جايه. اتمنى كل مباراه جايه على الاقل اللي انا مش هنقدر ناخد فيها الثلاث نقط ناخد نقطتين، ما نخسرش. لو انا قصدي لو مش هناخد ثلاث نقط ناخد نقطه، لان انت هتخش على مدعكه بعد كده، ماتشات في دوري الابطال وماتشات في الدوري، ولعيبه ممكن تصاب منك، لعيبه تقع منك. فانت لازم في الوقت الحالي قبل ما دوري الابطال يبدا تبتدي تجمع نقط تجمع نقط تجمع نقط تجمع نقط، لازم لازم، وما تحاول توقعش نقط. لان انت في الماتشات اللي جايه والايام اللي جايه هتلاقي الاهلي اللي هو المنافس بتاعك بيوقع نقط، لان الاهلي داخل على مدعكه، داخل على المقاولين وبيراميدز وسموحه وطلائع الجيش، داخل على ماتشات تقيله وماتشات مدعكه، غير لما يروح كاس العالم للانديه ويرجع هيخبط على طول في دوري الابطال، بعد كده يرجع يلعب في الدوري. هتلاقي ارهاق وهتلاقي عوامل كتير ممكن تساعدك ان انت تتصدر الدوري بفرق نقطتين وثلاثه وخمسه واكتر. فلازم الايام اللي جايه او الماتشات اللي جايه ما تسقطش نقط، لازم الماتشات الجايه الزمالك يركز اكتر او باتشيكو يركز اكتر ويشوف ان ايه الحاجات اللي نقصت عنده او ايه الحاجات اللي غلط فيها وما يكررهاش. بلاش يا باتشيكو بلاش تلعب بشيكابالا من اول المباراه، بتخسر لاعب
وبتخسر شيكابالا ذات نفسه وبتخسر حاجات كتير. شيكابالا من اللعيبه اللي بتنزل لك من على الدكه تعمل لك حلول، لاعب يمسك كوره يطلع لك انفراد، لاعب يمسك كوره يروح يشتت بشماله يجيب جول وهكذا. لكن انت تنزل شيكابالا بدايه المباراه انت بتخسر كتير، بتخسر لاعب، بتخسر شيكابالا، بتخسر حاجات كتير قوي 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 قوي. فاتمنى الماتشات الجايه شيكابالا ما يبداش المباراه، تبدا بكل لاعب في مركزه، ويحتت بن شرقي اللي هو خرج بعد خرج المباراه متعصب ومتضايق. انا اقول لك ليه خرج بن شرقي متعصب ومتضايق. بن شرقي كان مستني ان هو بدل ما كان تايه في مركزه او بيأدي بشكل سيء في مركزه في المركز اللي بيلعب بيه مهاجم صريح يعني، كان مستني باتشيكو من على الدكه اللي هو ينزل مهاجم صريح وينزل ويرجع بن شرقي كما في مكانه الناحيه الثانيه في وينج شمال علشان يبان يبان بن شرقي ويبان خطوره بن شرقي. بن شرقي كان مستني الحته دي، لان بن شرقي اول ما لقى رقمه على اللوحه اللي هو اللي خارج ونزل بدل مهاجم صريح استغرب اللي هو انا ده مش مركزي، ده ليه بتخرج لاعب مركز المركز وتخرجني وتنزل مصطفى محمد؟ طبيعي يتعصب، طبيعي يخرج من الملعب ويقلع التيشيرت يروح يحط اللبس على طول لانه مش مقتنع بالتغيير، لان التغيير اللي انت عامله غلط. خرجت بن شرقي ونزل مصطفى كما يعني هي جيت يا ابو زيد ما غزيت، هي ولا كانك عملت اي حاجه، نزلت مصطفى وزيد شمانش كمان ناحيه اليمين ولا اي حاجه، مصطفى ما لمس كوره اصلا. اتمنى الماتشات الجايه، عندك الماتش الجاي اسوان فريق مش بالصعوبه، فريق ممكن تكسبه وان شاء الله نكسبه الماتش الجاي. بس مبروك على فوز النهارده، مبروك 3 بونت، مبروك الصداره، صداره زملكاويه بفرق نقطتين دلوقتي، وان شاء الله نحافظ على الصداره لحد اخر الموسم وناخد الدوري بقى. بس اتمنى باتشيكو الماتشات الجايه يركز اكتر واكتر. دي كان راي شخص واحد في مباراه الزمالك والجونه، قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول لي كمان توقعاتك، هل الزمالك قادر على الحفاظ على الصداره والفوز بدوري في نهايه المطاف، ولا دي يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين والزمالك هينزل مركز ثاني والاهلي يرجع ثاني مركز اول؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب وتفعل فعل الجرس عشان يجي الحلقات اول باول، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. واذا بنعرف السوشيال ميديا بتاعتك في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.